إن القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لدعم قارتنا، وهي تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق في خضم تسارع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططه الرامي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني ووأد حل الدولتين وإحياء مشروع إسرائيل الكبرى. ومن هذا المنظور تدعو الجزائر أشقائها الأفارقة المجتمعين تحت قبة منظمتنا هاته إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية على ثلاث مستويات رئيسية. المستوى الأول وهو مستوى الأولويات ذات الطابع الاستعجالي، والتي تشمل العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثات الإنسانية إلى أهلنا في هذا القطاع دون أي شروط أو قيود أو معوقات. المستوى الثاني وهو مستوى الأولويات التي تستهدف كسر جدار الحصانة الممنوحة جوراً للاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الإطار تعمل بلادي حالياً بالتنسيق التام مع جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة لتفعيل التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية عبر السعي لاعتماد قرار ملزم من قبل مجلس الأمن في هذه الآونة. أما المستوى الثالث من الأولويات فإنه يتجسد في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ودعماً لهذا التوجه تدعو الجزائر سائر الدول الإفريقية الشقيقة إلى التحضير من الآن للمرحلة الآتية والمتمثلة في المبادرة بطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع التاريخي. وشكراً السيد الرئيس.